السلام عليكم Halo, halo, halo. Tes 1. Cek 1. Cek. Cek 1 2. Cek cek satu satu cek satu cek satu cek 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 satu Check. Habib Saleh Hasan bin Saleh Al-Bakhar wa usulihim wa furuhim ususan ila arwah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Soibul Maulud Annallahu firlahu wa irhamu wa iskunul jannah birahmatihi wa walidina wa walidihim hawasatan wa jami'an wa dina wa mati muslimina amah wa ilaha hadratin Nabi Muhammadin Sallam wa salam Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafil badrin fil kauni asra. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad أهل الوراء وانتقان وأصدق يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بشخ والوفا تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من السمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي ومن للحبيب يعساك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحمل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليكم.
المس في الوجود كرامه وإحسان صلى الله عليه تعالى مدعد مسان حلق الحلقة لهكمة وتو عليه علما وبسط له من فائد المنة ما جر في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مسرب حلقي وأجل عبدي رحمة تعالى قدرة الأجل بحلق هذا العبد المحبوب فاندثرت أثر سار في عالم سادتي والغيوب فما جهد المجلدكم في المنان وما عدم هذا الفضل الذي برج من هدرة الإحسان سورة كاملة خير بحلق المحمود فأدرت الوجود عناف الوجود ودرجت برد العوالم بدراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلياً قد من دسار فضله في القريب والساس فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود ثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا من والى جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بصر كاملا يزيح الضلالة وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سون وكمالا
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأكل من الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البسارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمارا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المسجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلق إرادة الله بالعلم القديم بدور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت قدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المتلقي الكبير عن جمال المشهود بالعين أو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التم الذي يترقل في برجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه وقد فاضت الأقدار الأزلية بما قدت وتهرت من سر هذا نور ما أثارت وخصصت به من خصصت وكان مستقر في الأسلام الفاخرة والخرم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر خلق البشر ونورا خير الأفكار دور وبهر
ودع لقد همة الرقيم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو ليته من عجائب ذلك نور معروف. وإن كانت ألسن الأغرفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويقا للمعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتدوين ما خفضه من سيار أشرف مخلوقين وما أكرمه الله من المولد من الفضل الذي عم العالمين وباقية يده في كون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. دعي تألك بهذه الخضرة الكريمة ولا عج تشوق إلى السماء أو صوفها العظيمة ولا عمبه ينفع به متكلم والسامي ويدخلني في شفعة هذا النبي الشافع ويترخاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبالصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala haula wala quwata illa billahil adzim rabbi shahri sadri wa yassir amri wahlul udatam min lisani qawli amma ba'du. Pertama-tama kula panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula kali panjenengan intalumika memperingati Maulid Nabi dengan keadaan sehat wal afiat amin amin ya rabbal alamin. Pinggal ini pun sholat dan salam kami aturkan dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya menika diparingi iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ping tigonipun matur nuwun sanget dumateng para bapak para para alim ulama, para habib, para kiai ingkang kula taati lan mugi-mugi para undangan sesepuh dan sesepuh lan kula kali panjenengan nika ing dalu mugi-mugi memperingati Maulid Nabi yang agung niki Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan matur nuwun sangat dumateng Ustaz Ridwan ing dalu sang nika saking Habib-Habib menika sampung rawuh onteng majelis menika. Mugi-mugi majelis menika dalam keadaan musholah al-amanah menika. Mugi-mugi kula kali panjenengan nika diparingi rahmah lan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten panjang lebar para bapak lan para sedherek, para ibu-ibu ing dalem nika mugi-mugi acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika diparingi berkah roh rahmat Allah alaihi wasallam. Saking kula wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. فخي نقرب عوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترخيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تائي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور
يبرج نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وخدر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة عاسية وما هما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانفلق سبق الكمال من النور أن أموت وبرج الحامد المحمود مذئنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله صلوات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جد الحسين Say yeah.
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا الهادي محمد يا الله
كالجا أزرب الروز للمحمد والسلام المستمر كل إليا تجلى صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب مرحبا